اليوم عندنا المحاضرة الثانية من الفصل الثالث. المحاضرة الأولى أخذنا بيها بعض الأساسيات على الفصل الثالث. أنا أعتبر اليوم المحاضرة الأولى من الفصل الثالث. المحاضرة ذيك أخذنا بيها مثلاً كتعاريف بدائية على الفصل الثالث، مثل التيار المتناوب، التيار المستمر، محولة رافعة، محولة خافضة. اليوم نأخذ البداية الحقيقية للفصل الثالث اللي هي أول دائرة، دائرة تيار متناوب الحمل مقاومة صرف. تلعب الفصل الثالث شنو اسمه؟ اسمه التيار المتناوب. الفصل الثالث شنو اسمه؟ التيار المتناوب. التيار المتناوب راح ناخذه على شكل دوائر، دائره دائره. اليوم اول دائره، دائره تيار متناوب الحمل مقاومه صرف. شنو يعني الحمل مقاومه صرف؟ يعني هاي الدائره تحتوي فقط على اليمين على مقاومه. هذا تيار متناوب، هاي شنو هاي؟ هذا مقاومه. انتبه، هاي العلامه ترمز الى التيار المتناوب. هذا شنو؟ تيار متناوب. الحمل شبيه مقاومه صرف. اذا دائره تيار متناوب الحمل مقاومه صرف، يعني داخل الدائره شنو اكو؟ بس مقاومه. الدائره تحتوي تيار متناوب ومقاومه. قبل ما ادي التفاصيل او شرحها، شنو معنى كلمه مقاومه صرف؟ يعني هسه انت قلت الدائره بس مقاومه، بس هو شنو معنى كلمه المقاومه الصرف؟ المقاومة الصرف، انتبه عليه، هي مقاومة مثالية. المقاومة الصرف شنو؟ هي مقاومة مثالية تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارية. يلا، مقاومة الصرف شنو؟ هي مقاومة أو هي مقاومة مثالية تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارية. يعني الكهرباء كلها تحولها لمن؟ إلى حرارة. أنا عندي أول دائرة من دوائر التيار المتناوب، دائرة التيار المتناوب الحمل شنو؟ مقاومة صرف. يعني الدائرة شبيهة بيها فقط مقاومة، تيار متناوب ومقاومة. زين، المقاومة الصرف شنو معنى مقاومة صرف؟ هي مقاومة مثالية. مقاومة صرف شنو؟ هي مقاومة مثالية تحول الطاقة الكهربائية لمن؟ إلى حرارية. تحول لي كل الكهرباء لمن؟ إلى حرارة. زين، هاي الدائرة مال التيار المتناوب الحمل مقاومة صرف راح آخذ عليها عدة مميزات. مميزات أنا كل دائرة من دوائر التيار المتناوب راح آخذ عليها شنو؟ مميزات. فمن مميزات دائرة التيار المتناوب الحمل مقاومة صرف، أول شغلة انتبه عليها، أولاً التيار والفولتية يتغيران بشكل منحني جيبي. هذا التيار وهاي الفولتية اثنيناتهم شنو يتغيرون؟ بشكل منحني جيبي. التيار والفولتية يتغيران بشكل منحني جيبي. الدائرة الأولى دائرة التيار المتناوب الحمل شنو؟ مقاومة صرف. شنو هي المقاومة الصرف؟ مقاومة مثالية تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارية. يعني الكهرباء الموجودة داخل هاي الدائرة تتحول إلى حرارة. زين، المميزات لهاي الدائرة شنو؟ أولاً التيار والفولتية يتغيران بشكل منحني جيبي. عيد وراي، شنو هو؟ التيار والفولتية يتغيران بشكل منحني جيبي. احفظ يا يلا، التيار والفولتية يتغيران بشكل منحني جيبي. يعني التيار والفولتية التغير مالتهم شلون؟ منحني جيبي. ايه اسم التيار والفولتية يكون المساويات؟ لا، هو اكيد المكان اللي تيار بيه فولتية لازم. هسه على الشرح حتعرف. اتبع عليك. فمن مميزات اول شنو؟ التيار والفولتية يتغيران بشكل منحني جيبي.
بعد تغير مالته شنو قمة قاعد اذا المنحني جيد التيار والفولتية يتغيران بشكل منحني جيد. اثنين انتبه عليه بالمحاضرة السابقة انطيتك علاقتين علاقة للتيار وعلاقة للفولتية. شنو هي علاقة التيار؟ I يساوي I am sin الأوميجا T. شنو علاقة الفولتية؟ V يساوي V M sin الأوميجا T. زين أنا هسه قاعد أدرس مقاومة، إذا شلون لازم تعبر عليها؟ تيار المقاومة I R، فولتية المقاومة V R. إجا سؤال وزارة إيش قال؟ قال اكتب علاقة المقاومة مع علاقة فولتية المقاومة وعلاقة تيار المقاومة. شنو علاقة تيار المقاومة؟ IR يساوي IM سين الأوميجا T. IR تيار المقاومة. IM تيار الأعظم. سين الأوميجا T زاوية الطول. إذا ما أقول اكو تيار لازم شنو اكو؟ فولتية. دائرة التيار متناوب الحمل مقاومة صرف. الدائرة ايش تحتوي؟ فقط مقاومة. المقاومة الصرف هي مقاومة مثالية تحول الطاقة الكهربائية لحرارة. مميزاتها، هاي المميزات كلها تحفظها. تفهم منو تحفظها ليش؟ لأن ممكن كل ميزة تنطرح على شكل سؤال. فأول وحدة شو تقول؟ التيار والفولتية يتغيران بشكل منحني جيد. يعني اثنيناتهم التغير مالتهم شنو وين؟ اثنين علاقة التيار وعلاقة الفولتية. علاقة التيار IR يساوي IM sin الأوميجا T. علاقة الفولتية VR يساوي VM sin الأوميجا T. ثالث متجه الطول للتيار والفولتية متطابقان ومتلازمان. يعني هذا متجه التيار وهذا متجه طور المين للفولتية، اثنيناتهم متطابقان ومتلازمان. يعني اثنيناتهم وين على محور اكس، واحد مطابق ويا الثاني. أربعة بما أن المتجه طور التيار والفولتية متطابقان، إذا زاوية فرق الطول ايش قد تساوي؟ صفر. يلا نرجع نعيد من البداية. اتبع عليه، التيار والفولتية يتغيران بشكل منحني جيد. اجى السؤال مرة بالوزارة بشكل صح وخطأ. قال التيار والفولتية في المقاومة الصرف يتغيران بشكل منحني جيد، صح لو خطأ؟ صح. اثنين، علاقة التيار IR يساوي IM sin الأوميجا T. علاقة الفولتية VR يساوي VM sin الأوميجا T. اول ما ابدي بشرح المسائل اكتب لك هاي العلاقتين، يعني ذني اساس الموضوع، واضح؟ ثلاثه متجه الطور للتيار والفولتيه شنو؟ متطابقان ومتلازمان. بما انه متطابقان ومتلازمان فرق الطور ايش قد؟ وصلنا الى خمسه، خمسه راح يجيك معلومه جديده. باور بيرفكت. شنو باور بيرفكت؟ عامل القدرة، عامل القدرة للمقاومة الصرف ايش قد يساوي؟ واحد. زين موصل حتى لازم تعرفه واحد، بس منين اجى هذا الواحد؟ اريد اسالك منين اجى الواحد؟ خلينا نفصل بموضوع اكثر. الباور بيرفكت هو بالاصل، الباور بيرفكت بالاصل يساوي لكوساين الفاي. زين احنا الفاي ايش قد عندنا؟ اذا كوساين زين وكوساين الصفر ايش قد؟ اذا باور بيرفكت قد يساوي لك؟ نرجع الحين للبدايه، شنو هم سعيد حتى تحفظهم حتى تفهم. اولا التيار والفولتيه يتغيران بشكل منحني جيد. اثنين علاقه التيار اي ار يساوي اي ام ساين الاوميجا تي. علاقه الفولتيه في ار يساوي في ام ساين الاوميجا تي. التي منتجه الطول للتيار والفولتية متلازمان ومتطابقان. زاوية فرق الطول ايش قد؟ تتذكرت فرق الطول منين تجي؟ هي زاوية فرق الطول منين تولد؟ تتولد بين متجه الطول للتيار والفولتية. اذا اثنينات المطابقات يعني ايش قد تساوي لك؟ باور بيرفكت ايش قد عامل قدر المقاومة الصرف؟ واحد. نجي الى رقم ستة. سادس. هاي المعلومة خليها ببالك.
القدرة بالمقاومة الصرف تحول إلى حرارة. القدرة بالمقاومة الصرف كلها تحول إلنا إلى حرارة. سبعة، منحني القدرة دائما يكون شنو؟ موجب. دائما يكون شبيه القدرة دائما شو تكون؟ بالمقاومة الصرف القدرة شنو؟ موجبة. إذا بما أن القدرة موجبة خلقت لي قمة، إذا طلعت لي قدرة عظمى. وقدرة شنو؟ بدائية آنية. بما أنه أكو قدرة عظمى وأكو قدرة بدائية، إذا ثمانية إيش راح تخلق لي؟ قدرة متوسطة بأفرج. إيش تساوي؟ نصف القدرة العظمى. أنت عندك عظمى وبدائية، المتوسطة وين تصير؟ بالنص. عشان أسميها بي؟ وهسه أجي أتفصل بالقدرة بعد شوية. أرجع الموضوع من البداية. ما المميزات أنا عندي بالمقاومة الصرف؟ الموضوع شو اسمه؟ دائرة تيار متناوب الحمل مقاومة صرف. يعني الدائرة شبيهة بيها بس مقاومة. المقاومة الصرف شنو؟ هي دائرة تيار متناوب. المقاومة الصرف شنو؟ هي مقاومة مثالية تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارية. مميزاتها شنو؟ هاي الثمانية أنت ممكن كل ميزة تجيك على شكل سؤال وهواية تكررت. ترى أول وحدة شنو؟ التيار والفولت يتغيران بشكل باور واحد، يتغيران بشكل باور جيد. التغير مالته بشنو؟ بشكل منحني جيد. علاقة التيار I R يساوي I M sin أوميجا T. علاقة الفولتية V R يساوي V M sin أوميجا T. التيار والفولتية متجه طول للتيار والفولتية متطابقان ومتلازمان، يعني واحد متطابق ويا الثاني. إذا فرق الطول إيش قد؟ فرق الطول إيش قد يساوي؟ الباور بيرفكت واحد. إجى السؤال بالوزارة قال عامل القدرة في المقاومة الصرف يساوي، وطاك اختيارات قد يساوي لي واحد. القدرة كلها تحول إلمن إلى حرارة. منحنى القدرة دائما شنو؟ البي أفرج نصف القدرة. تعال انتبه يا إخوان، تعال انت من وصلت للنقطة رقم 6 سمعت قدرة زين. راح أسأل سؤال، وهذا السؤال نفسه طرح بالامتحان الوزاري. ايش قال؟ قال ارسم منحني القدره لدائره تيار متناوب الحمل مقاومة صرف مع ذكر المميزات. تعال ترسم انت المنحني. اول معلومه تخليها ببالك انه القدره دائما تكون شنو؟ موجب. منحني القدره دائما شنو يكون؟ طبعا ما نزلت على الربع السالب، بس على الربع الاول اللي هو موجب دائما شنو يكون؟ موجب. منحني القدرة زين، ولدت لي قمة. إذا هنا شو راح يصير عندي؟ قدرة عظمى اللي اسميها باور ماكس بي ام. قدرة شنو؟ وهاي بالبداية اسمها قدرة بدائية آنية الباور. زين، من اكو قدرة بدائية واكو قدرة عظمى بالنص، شو راح تنخلق؟ قدرة متوسطة شو اسمها؟ بي ام. انا رسمت هذا المنحني، رسمته. ايش قال؟ قال ارسم منحني القدرة. هذا منحني القدرة. قال لي اذكر المميزات. شنو مميزاتي؟ اولا التيار والفولتية تغيران بطاور واحد. اثنينات التيار والفولتية شلون يتغيرن؟ بطاور واحد. منحني القدرة دائما موجب. يعني اولا التيار والفولتية تغيران شنو؟ بطاور واحد. ثانيا منحني القدرة دائما موجب. ثالثا ايش طلع لك التثارت؟ طلعت لك شنو؟ بي افرج. اذا بي افرج تساوي لك، بي افرج تساوي لك نصف القدره العظمى. يعني القدره العظمى على اليمن. واضح؟ احنا من اخذنا المميزات، لان المميزات الثمانيه هسه راح نجي نفصل الوحده وحده. اول ميزه ايش قالت؟ التيار والفولتيه تغيران بطور واحد. اثنين طالع علاقه التيار والفولتيه. ثلاثه قال متجه طور التيار والفولتيه متطابقان ومتلازمان. أربعة قال فرق الطول صفر. خمسة قال الباور بيرفكت عامل القدرة واحد. القدرة تحول بشكل حرارة. القدرة دائما موجبة. القدرة المتوسطة نصف القدرة العظمى. هسه من سمعت آخر ثلاثة بس قدرة، تعال خلينا نفسر شنو القدرة. ارسم منحني القدرة
لما ترسمه انت وين تخليه؟ دائما على الموجب، دائما على الموجب. رسمت الشرط القرى العظمى والبدائية والمتوسطة، زين شنو مميزاته؟ اولا التيار والفولتية بطور واحد، التيار والفولتية شنو هو؟ اثنين منحنى القدرة دائما موجب. ثلاثة القدرة المتوسطة تساوي نصف القدرة العظمى. تعال انتبه بعد لا على القدرة، خلينا نتفصل بعد القدرة. كم قدرة انا عندي؟ واحد اثنين ثلاثة صح؟ اول شيء اريدك تقول لي القدرة الآنية لمن؟ للمقاومة. اللي هي هاي باور. شنو القوانين الخاصة بالقدرة الآنية للمقاومة؟ انت من الثالث متوسط لازم تعرف قوانين القدرة شقد؟ لا وين ما في قدرة القدرة شقد إلا كم قانون؟ أول واحد شي يقول؟ بي يساوي التيار في الفولتية، القدرة تساوي التيار بالفولتية. ثاني واحد يقول القدرة تساوي التيار تربيع في المقاومة. ثالث واحد يقول القدرة تساوي الفولتية تربيع اليمن على المقاومة. زين استاذ هاي شلون افرقها واعرفها مال القدرة الآنية؟ انت تريد القدرة الآنية للمقاومة بس قول بي ار، يعني قدرة المقاومة تساوي تيار المقاومة في فولتية المقاومة، قدرة المقاومة تساوي تيار المقاومة في المقاومة، قدرة المقاومة تساوي فولتية المقاومة على اليمن. هاي اذا اردت تحسب القدرة الآنية للمقاومة، هذني ثلاث قوانين هنا، كيف هاي قانون اختار؟ زين إذا أريد أحسب القدرة العظمى، انتبه إذا أريد أحسب القدرة العظمى، القدرة العظمى منين أحسبها؟ نفس القوانين الثلاثة بالضبط. أول واحد شو يقول؟ بي يساوي آي في بي، التيار في الفولتية. ثاني واحد يقول القدرة تساوي التيار تربيع في شنو؟ المقاومة. ثالث واحد يقول القدرة تساوي الفولتية تربيع اليمن. استاذ شلون راح افرق بين هذه الآية؟ تعرف شلون تفرق بيناتهم؟ هذا يقول بي ماكس يساوي اي ماكس في بي ماكس. هذا يقول بي ان اي ان في ار. بي ان يساوي في ان تربيع اليمن. نفس القوانين بس الار يعني آنية المقاومة. الان يعني شنو؟ عظمى. يعني شنو المتوسطة؟ زين انا بي افريج المتوسطة ايش تساوي لي؟ منصف القدرة العظمى بي ام على اثنين. البي ام كيف تعوض لها؟ هذا او هذا او هذا الثالث. راح يسألني طالب يقول استاذ صارت وايد قوانين للقدرة، انا شي احفظ لي يعني. ما ابي احفظ هاي القوانين كلها، ضاع انتبه وياي اكتب هاي الملاحظة هسه ما اكتبها بس تسمع، بس تسمع قدرة استخدم هذا القانون، بس تسمع يريد من عندك قدرة يا قانون تستخدم، راح تستخدم هذا القانون اللي يقول B يساوي I في اي قدره يطلبها من عندك انيه عظمى ايش تستخدم له؟ هذا القانون يقول القدره تساوي التيار في الفولتيه. راد من عندك قدره عظمى تقول له التيار العظم في الفولتيه العظمى. راد من عندك قدره انيه قدره المقاومه تيار المقاومه في فولتيه المقاومه. استاذ زين هاي القوانين كلها شنو؟ باو انا وياك متفقين على اتفاق قايل لك المكان اللي بي تيار لازم شنو بي؟ لازم بي فولتية. المكان اللي بي تيار لازم شنو بي؟ التيار والفولتية اثنيناتهم ايش ينطون؟ ينطون قدرة. باخلي ببالك المكان اللي بي فولتية لازم بي تيار، ومن اكو تيار وفولتية ايش يطلع لي؟ يعني هسه واحد يسأل سؤال يقول استاذ يجوز حسب معطيات السؤال ينطيني بس تيار ومقاومة؟ لا ما يصير، لازم اكو تيار وفولتية حتى تطلع لك قدرة، لأن القدرة هي منين جاية؟ جاية من التيار والفولتية. فأنت أنا ليش كتبت هالقوانين كلها؟ حتى أعرفك القوانين، بس أنا شو أحتاج يا قانون؟
احتاج بس هذا القانون اللي يقول التيار في الفولت تبع علي دائره التيار متناوب الحمل ايش فيه مقاومه صرف. اول شيء التيار والفولتيه التيار والفولتيه شنو بشكل منحني جانبي يتغيران. علاقه التيار اي ار يساوي اي ام ساين الاوميجا تي. علاقه الفولتيه في ار يساوي في ام ساين الاوميجا تي. التيار متجه الطول للتيار والفولتيه متطابقان ومتلازمان. فرق الطول صفر باور بيرفكت واحد. القدره تحول بشكل حراره منحني القدره موجب والقدره المتوسطه تساوي نصف القدره العظمى. سمعت قدره سمعت من هاي اخر ثلاث مقالب شنو قدره من اكو قدره لازم شنو موجود تيار وفولتيه. انا قلت لك المكان اللي بيه تيار لازم شنو بيه والمكان اللي بيه فولتيه لازم بيه تيار. من موجود تيار زائد فولتيه لازم شنو موجود وياها لازم يطلع لي قدره. اذا القدره هي من جايه من التيار في الفولتيه. بعدين قال لك اريد منحني القدره ارسم لي ارسم دائما الجوين بالموجب. مميزات التيار والفولتيه يتغيران بطور واحد دائما الموجب القدره المتوسطه نصف القدره العظمى. شنو قوانين القدره؟ احنا ذن الثلاثه بس شو نغير عليهم؟ الرموز ادارات عظمى وادارات انيه. صار صارت وايد قوانين انت تبي تختار يا قانون اختار بس قانون. زين ادارات قدره متوسطه نفس هذا القانون بس شو تقسمه على اثنين. ادارات قدره متوسطه نفس هذا القانون بس شنو تقسمه؟ يعني قوانين قدره ايش قد كتبت لك اياها؟ كل الغيم احفظ لي بس هذا القانون. وين ما تسمع كلمه قدره ايش تستخدم؟ التيار في الفولتيه. وين ما اسمع كلمه قدره ايش استخدم؟ التيار في الفولتيه. واضح؟ زين اريد اسال على هذا الموضوع اللي حكيته ثلاث اسئله طرحت بالامتحان الوزاري. اول سؤال شو يقول؟ القدره المستهلكه في المقاومه صرف. القدره مو تحول الى حراره؟ يقول القدره المستهلكه في المقاومه الصرف لا تعتمد على اتجاه التيار. هاي القدره ابد ما تعتمد على اتجاه التيار، ليش؟ لان القدره ثابته المقدار وتناسبها طردي مع التيار او مربع التيار، مع شنو التناسب بيناتهم؟ يقول ليش هاي القدره ما تعتمد على اتجاه التيار؟ خلي التيار يولي وين ما يروح خليه يروح. ليش القدره المستهلكه ما تعتمد على اتجاه التيار؟ لان القدره ثابته المقدار. يعني هي كل ما تطلع قدره راح شنو تحول؟ الى حراره. ليش؟ ليش يقول لك؟ القدره هي شنو تحول الى حراره. اذا ليش ما تعتمد على اتجاه التيار؟ لان القدره ثابته المقدار. يلا عيد وياي. ليش ما تعتمد على اتجاه التيار؟ لان القدره ثابته المقدار وتناسبها طردي مع التيار. بعدين عليه يعني هاي القدره كل ما تطلع شو تتحول؟ ثابته. شيء ثابت في المقاومه الصرف انه القدره شنو؟ تحول الى حراره. دائما تحول الى حراره. زين سؤال اخر يطرح الي على طرح بالامتحان الوزاري اللي هو شو يقول؟ يقول ماذا يعني ان منحني القدره دائما موجب؟ شوف انا الموضوع حنحكي لك اياه بثلاث اسئله طرحت بالامتحان الوزاري. اول واحد قال ليش القدره ما تعتمد على اتجاه التيار؟ يابا هي ثابته انضمرت للتيار وين ما يروح خليه. القدره ثابته المقدار. زين سؤال اخر يقول ليش القدره دائما موجب؟ ليش القدرة دائما موجب بالمقاومة الصرف؟ أنا أقول لك ليه؟ لأن القدرة تستهلك بأجمعها. كل ما تطلع قدرة شو تتحول؟ إلى حرارة. كل ما تطلع قدرة شنو تتحول؟ فما تلحق تنزل لربع السالب، دائما شنو؟ بالموجب. كل ما تطلع تروح حرارة. إذن لماذا تكون القدرة دائما موجبة في المقاومة الصرف؟ لأن القدرة تستهلك بأجمعها علما إلى حرارة. يعني كل ما تطلع لي قدرة وين تروح؟ حرارة. كل ما تطلع قدرة وين تروح؟ حرارة. واضح؟ زين آخر شيء يقول لماذا تكون القدرة متغيرة المقدار في دائرة تيار متناوب؟ من تيار المتناوب القدرة شبيهة متغيرة المقدار. انتبهوا يعني شوي عليك تركز لي. يقول ليش القدرة ثابتة المقدار؟
يشرب قدرة ثابتة المقدار في دائرة تيار متناوب. اكتبه، أنا عندي تيار. هذا شنو تيار؟ إذا تيار في فولتية شو يعطيني؟ التيار بالفولتية شو يعطيني؟ قدرة. التيار بالفولتية شو يعطيني؟ قدرة. إذا التيار متغير والفولتية متغيرة ايش راح تطلع لي؟ ادرش بيها متغيرة. يلا السؤال، لماذا تكون القدرة في دائرة التيار المتناوب متغيرة المقدار؟ ليش القدرة متغيرة المقدار؟ لأن التيار متغير والفولتية متغيرة وحاصل ضرب أمار قدرة متغيرة. نعيد الثلاث أسئلة، لأن ثلاثة المهمات وجميل الامتحان المسائل. أول واحد يقول ليش القدرة ما تعتمد على اتجاه التيار؟ لأن القدرة ثابتة المقدار. يعني شنو قصده ثابتة؟ ثابتة إنه راح تستهلك، يعني مو ثابتة، لا هي القدرة أصلا شنو؟ متغيرة، بس هي ثابتة بالاستهلاك، لأنه بالمقاومة الصرف غصبا عليها شنو؟ تستهلك. لأن القدرة ثابتة المقدار وتتناسب طرديا مع التيار أو مربع التيار نفس الشيء. يسأل سؤال ثاني يقول ليش القدرة دائما موجبة؟ لأن القدرة تستهلك بأجمعها في المقاومة الصحيحة، تتحول كلها حرارة، كل ما تطلع قدرة تروح حرارة، كل ما تطلع قدرة شنو؟ تروح حرارة. آخر شيء يقول لك ليش القدرة متغيرة؟ هي القدرة أصلها شنو؟ متغيرة، لأن التيار متغير والفولتية متغيرة وحاصل ضربهما قدرة متغيرة.